رمضان ليه طقوس معينة مع لعيبة الكورة؟ ليك طقوس بقى في رمضان معينة؟ في التمرين يعني ولا في أو بشكل عام بقى في رمضان في بص انا التمرين بحب بعد ان انا التمرين؟ مثلا في رمضان بالذات انا ما بحبش اتمرن قبل الفطار بصراحة يعني. ما بتلعبش وانت صايم خالص؟ لا لا خالص، بس باجي مثلا في نص ساعة او الساعة اللي قبل الفطار على طول دي بحب مثلا ادخل الجيم شوية عشان التمرين بيبقى بعد الفطار، فبدخل الجيم شوية عشان ما فيش وقت تاني ان انا ادخل جيم، فبدخل اللي هو ادخل الجيم وافطر على طول عشان ما تفطر بعد التمرين بالظبط على عشان طول. يبقى مفيد بالنسبة لي يعني، عشان ما يحرقليش عضلي وما يحرقليش حاجات كتير كده بالنسبة للرياض يعني. فبتمرن اللي هو اخلص تمريني بس جيم بس يعني، مش بجري ومش بعمل اي حاجة، وافطر. بعد ما افطر ابتدي اقعد مع والدتي شوية، انا بفطر طبعا في بيت العيلة دايما، اخلص فطاري وكده وبعدين اروح بقى تمريني، وباللي برجع بقى من التمرين اقعد مع اصحابي، لو حد من اصحابي مثلا بيلعبوا دورة رمضان وكده بروح اتفرج عليهم، بيبقوا مبسوطين ان انا في وسطيهم طبعا، لان انا دايما مع اصحابي بحب ان انا ابقى بطبيعتي يعني، انا لا لعيب كوره ولا حاجه، لا احنا اصحاب واخوات بس. في حاجة معينة بتستناها في رمضان؟ يعني بتستنى رمضان عشان كنت تيجي؟ بستنى بكار جدا بكار. والله، كنت بحبه جدا، لحد دلوقتي ممكن تتفرج عليه؟ مش بتابعه دلوقتي لاني بحس كده ان الموضوع اختلف عن زمان، فمش عايز اتضايق منه يعني. كان زمان كنت بحبه جدا وانا صغير، لازم ابقى قاعد بقى وقاعد وسط اهلي ورمضان وبكر اول حاجه ورامز والمسلسلات طبعا اللي طالعه كلها دلوقتي ديت. ايه نوعيات المسلسلات اللي ممكن تشوفها في رمضان؟ او تتر مثلا شفته قلت بس انا هتابع المسلسل ده؟ لا انا بتفرج على اي مسلسل يعني، بحب محمد رمضان جدا، بحب امير كرارة، بحب السقا، بحب تقريبا كلهم طبعا، احمد حلمي بس هو ما بيعملش مسلسلات بس انا بحب تمثيله جدا يعني، محمد هنيدي بحبه جدا، مش حد تاني يعني. في رمضان بتحب تخرج ولا تقعد في البيت لا اكتر؟ بحب اخرج، ما بقعدش في البيت اصلا. طيب كنت من النوع اللي بتحب تطبخ وتدخل المطبخ ولا بعد نفسك ما عن بعرفش الحتة دي خالص؟ خالص، انا شاي طب اكل بقى مثلا لو اتعمل لك تبقى حلوة قوي في رمضان كده، حلوة كده؟ اللي انا بحبه، انا بحب المحشي جدا، ده طبيعي، ده اول يوم، ده احنا ده معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنبدأ معروفة رمضان محشي. محشي، تاني يوم مكرونة بشاميل معروفة معروفة، اي برضو. بيت مصري وبقية المحشي بتاع اول يوم. بالظبط، وحبة الباقيين وحبة البانيه اللي باقيين برضه هاي اليوم اللي قبليها.